محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو آپ اسی طرح چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا لها إن الله المخصمون۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لا محيطة بالكافرين۔ إن تصبك حسنة تسوهم تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون۔ قل أنفقوا طوعا أو كرحا لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم
كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون محترم ناظرین آج کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے اسی طرح آپ جڑے رہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ